الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير والصحة والسلامة. معكم بلاغ جنرال من منتدى ديف بوينت. إن شاء الله اليوم راح نشرح موقع الباد فيرتس. طبعا هو موقع من أفضل مواقع الضغط على الإعلانات وكسب النقود من خلاله. طبعا الموقع مصداقي وعنده علامة الجودة والمصداقية بالنسبة للدفع وبالنسبة للثقة بين الأعضاء والموقع. ندخل على الموقع، هاي موقع باد فيرتس. هاي من الواجهة الأمامية بتقدر تلاقي اللي هم الأعضاء الداخل الموقع قديش بيملكوا من النقود. مثلا في عندك هذا العضو اسمه اتش او، بيملك من النقود 147 دولار. عندك مثلا كمان العضو الثاني بيملك 73 دولار. هذول ناس الحين موجودين بالموقع بيملكوا المبالغ هاي بحساباتهم. طبعا الموقع معتمد بكثير من البنوك، عندك الباي بال، عندك الفيزا، عندك اللي هو كمان اللي هو النظام الكثير من المواقع بتقدر تجيبه اللي هو الوينستون يونيون اللي هو التحويل السريع. اذا عندك حساب تقدر تحول عليه نقودك مباشرة. بالنسبة للموقع نشرح واجهة التسجيل، بنروح على ريجستري. تدخل على لوحة التسجيل، عندك أول إشي يوزر نيم، تكتب اليوزر نيم تبعك بالموقع. ثاني إشي الإيميل، ثالث إشي الباسورد، تكتب بعدين إعادة الباسورد، بعدين تكتب تاريخ ميلادك. الحين بالنسبة لتاريخ ميلاد هنا تكتب تاريخ ميلادك الصحيح، لا تحاول إنك تلعب بتاريخ الميلاد، لأنه إذا ما لعبت بتاريخ الميلاد تاريخ ميلادك الأصلي الموقع بيعتبرك إنك بدك تحاول إنك تلف وتدور معه، فحسابك يلغى تلقائي. بالنسبة الحين لتاريخ الميلاد الثاني، هذا شو تاريخ الميلاد الثاني؟ تاريخ الميلاد الثاني راح تستخدمه لتحويل النقود على البنوك المعتمدة من الموقع. ليش هذا النظام؟ عشان لو انه واحد هكر حسابك او دخل على حسابك وانت مش عارف، ما يعرفش تاريخ الميلاد اللي انت حاطه بالنسبة لتحويل النقود، فما راح يقدر يحول الفلوس على الباي بال تبعته مثلا، او انه يهكر حسابك ويحول الفلوس لاي بنك من البنوك المعتمدة على الموقع. حاول انك تخلي المعلومات بالنسبة لحسابك كاملة، وبالنسبة لتاريخ الميلاد تبع تحويل النقود، يعني تاريخ ميلاد مثلا ابوك، مثلا اخوك، من اقربائك، فما تخلي تاريخ ميلادك الاصلي هو نفس مكان تاريخ ميلادك الموجود بالموقع. بعد التسجيل بالموقع بتروح على الايميل، بتصلك رسالة تفعيل، بتضغط رسالة التفعيل بعدين بتفعل الحساب. في مرة حسب في بعض البلدان بحسبها الموقع فبيعملها تفعيل تلقائي الحساب، وبعض البلدان تحتاج للتفعيل، ما بعرف هاي بالنسبة لأي بلد. فأنت إذا ما تسجل بالموقع راح تصلك رسالة، إذا تم بالرسالة، إذا أعطاك العبارة إنه تم التفعيل تلقائي وتقدر تدخل لوج إن على حسابك، خلاص. إذا دخل على الموقع، دخلت على الإيميل ولقيت رابط تفعيل، اضغط على الرابط راح يتم تفعيل حسابك بالموقع. بعد ما تفعل الحساب تدخل على لوج إن، تكتب اليوزر نيم اللي أنت سجلت فيه، تكتب الباسورد اليوزر نيم، تضغط لوج ان، راح يعطيك سكسسفلي تم بنجاح. الحين اول شيء نشرح واجهة الموقع. عندك اول شيء اللي هو الماي اد كومبريشن، اللي هي يعني اللي هو انك انت مثلا تقدر تعلن بالموقع، تحط اعلان من اعلاناتك وتحطها بالموقع، فيصير الزوار يشاهدوا الاعلانات من خلال الضغط على الباد ادز اللي هي تبعت مشاهدة الاعلانات. طبعا هذه ما راح تقدر تفعلها لانه بتحتاج فلوس، يعني اذا انت بدك تعمل من فلوس مش من فلوس الموقع، بدك تشارك فيها، بدك تشارك فيها عن طريق حسابك بالباي باي، يعني تدفع بشكل رسمي للموقع حتى تقدر تعلن معهم. هنا بتقدر كمان تشتري اعلانات للايد ادز اللي هي تبعت الاعلانات، مشاهدة الاعلانات.
وهنا عندك الاي دي ادس اللي هي مشاهدة الاعلانات بالنسبة للحساب عشان تكسب فلوس وتكسب نقاط للموقع. عندك الكاش اللي هو فلوسك اللي بالموقع اللي عندك، وتضيف حسابك اللي عليه الباي بال او اي بنك، اي بنك معتمد من البنوك اللي معتمدها الموقع. عندك الجيم اللي هو العاب على الموقع، طبعا معظم الالعاب اللي على الموقع كلها حرام، ما كل ربحها يعني راح يكون حرام بحرام لانها عباره عن العاب، كلها العاب قمار. عندك الريفليل فريندز اللي هو دعوه الاصدقاء. عندك الماي اكاونت اللي هي معلوماتك، وعندك السيستم اللي هي احصائيات الموقع واحصائيات شو اللي عملت فيها بالموقع والضغطات. ليستر نيوز اللي هي اخبار الموقع، واخر شيء لوج ان اللي هي الخروج من الموقع. اول شيء نشرح الحين الخيارات المهمه، نشرح اللي هي مشاهده الاعلانات الايدز ادز، الحين من خلال باد ادز تقدر تشوف الاعلانات. عندي مثلا انا اعلان واحد ضايل وعندي 50 نقطة بقدر اجمعها، بضغط على اول اشي على فيو مشاهدة الاعلان، تظهر عندك الكلمة المطلوب تنسخها، تنسخ الكلمة زي ما هي كوبي تحطها بيست، تنسخ الكلمة الثانية اللي بعديها تعمل لها كوبي بيست، رح يظهر عندك علامات صح يعني انه الكلمة نسختها صحيحة. بالنسبة للكلمة اللي هان بدك تنقلها نقل حرفي يدوي، بعد ما تنقل النقل الحرفي تدعس كليك بيتم إعطاء صح على الكلمة يعني على الصورة الرمزية، بيقراها الموقع انه صح، وبعطيك الزر الثاني بيفتح تلقائي تبع مشاهدة الاعلان، تضغط على مشاهدة الاعلان بيبدأ الاعلان ينقص، الاعلان راح يكون 30 ثانية، بتشوف 30 ثانية الاعلان، بعد ما يخلص الاعلان اللي هي من 30 ثانية راح يظهر لك كلمتين، الحين بيظهر الجملة المطلوبة. تضغط على على الزر بيتم تخطي الإعلان، تدعس كانسل ويندوز يرجع للنافذة الأصلية للمتصفح، بكون تم احتساب المطلوب المصاري وبيتم احتساب الضغطة. طبعا الحين بالنسبة للخطأ هذا مرات بيظهر اللي هو قبل ظهر معاي، هذا بالنسبة لهذا الخطأ، هذا الخطأ بكون انه اشتبه ان الموقع انك انت بتستعمل بروكسي، ظلك تعمل ريفرش اول مرة او ثاني مرة بتنحل المشكلة، او بتنسخ رابط الموقع او بتحطه على متصفح ثاني. طبعا ما تحاول بالموقع انك تسجل اكثر من حساب، تكشف تلقائي بدون اي لف ودوران مع الموقع راح تكشف، لا تحاول تسجل في بي ان او ار بي بي او اشي، الموقع فيه قدرة انه يحدد مين الشخص اللي قاعد بيستعمل هذه الحسابات كلها، وراح يحدد حساباتك كلهم وراح يلغي لك اياهم تلقائي. في عليه نظام ما يسمى بنظام الروبوتات، النظام الروبوت راح يصير يحسب عدد الضغطات، حتى ما تحاول كمان تضيف عليه سكريبتات، عيار كل سكريبت بكون 30 ثانية، إذا صار السكريبت يضغط ضغطات متتالية ويقيم الصفحة ويرد يرجعها، يقيم الصفحة ويرد يرجعها، بيعتبرك الروبوت إنك أنت مشغل سكريبتات يعني زي روبوتات آلية، الروبوت راح يعمل لك حظر للحساب وراح يوقف لك تسجيلك،
الى الابد، يعني ما راح تقدر ترد تسجل مره ثانيه بالموقع. نرجع الحين للمتصفح، نفتح الموقع، هيك بيتم فتح الموقع. هيك فتح الموقع. الحين مثلا بدي اضيف 50 نقطة على مجمل النقاط اللي عندي. هذيك المشكلة زي ما قلنا بكون صار تشابه او صارت مشكلة بالموقع بالنسبة للاي بي، انه بكون هو قرأ اي بي، قال الاي بي تبعي على اساس اني انا داخل من البروكسي، فهذه بس عبارة عن خطأ، فما تخاف يعني اذا ظهرت لك. هنا بنكتب الجملة تعطيه كليك. بعد ما تعطيه كليك تعطيك صح، وبتضغط على زر مشاهدة الإعلان. تنتظر 30 ثانية حتى يتم إظهار لك زر تخطي الإعلان. معظم المشاكل إنها بتظهر إنه إنك تستخدم أنت بروكسي أو إشي من سبب المواقع مشاهدة الإعلانات من نفس نظامهم يعني، فهذه المشكلة من الموقع هم راح يحلوها قريبا. هذه طبعا كمان تقدر تشاهد من الموقع مواقع ثانية لمشاهدة الإعلانات والكسب منها. تضغط على تخطي الإعلان، تضغط عليه كانسل ويندوز، بكون تم احتساب إلك 50 نقطة. طبعا هاي احتسبوا لي اللي هو المصاري اللي أنا ضغطت عليها قبل، وهي احتسبوا لي عدد النقاط اللي أنا ضغطت عليها. الحين في بالنسبة إذا أنت بدك تضحي مثلا بالخمسين نقطة اللي أخذتهن وتستبدلهن بإعلانات، تضغط على زر استبدال الإعلانات اللي هي تبعات الإدز، بتستبدل الإعلانات بخمسين نقطة. هاي بدي أعمل لها معكو. طبعا هاي لا يتم استعمالها إلا مرتين باليوم كل 12 ساعة. هاي استبدلت 50 نقطة ب 12 إعلان جديد من الموقع. راح اضغط على 12 اعلان كلياتهن يعني مرة ثانية، وبتكسب منهن نقاط اللي هو فلوس. واليوم الثاني بكون تم تفعيلي لك نقاط، تقدر تستعمل هذه النقاط. بالنسبة لايش استعمال هذه النقاط، راح نحن نشرح كيف تستعمل هذه النقاط. بنروح على اللي هو الماي اكونت. الحين انا معي 1300 نقطة. الموقع لما بدك تطور حسابك للحساب البروميان يعني معهم، تحتاج قديش عدد النقاط معك؟ لازم يكون معك عدد النقاط 2500 بالاضافة لخمسة سنت. انا معي بالوقت الحالي 1 سنت ومعاي 1300 نقطة. النقاط تقدر تجيب هنا بسرعة، بس بالنسبة للفلوس بدك تجيب ايش؟ رفليل، يعني بدك تجيب دعوات اصدقاء. كده تجيب دعوات اصدقاء، بتعمل زي ما قلنا بتعمل شرح حلو للموقع، بتعمل شرح مصور صور يعني للموقع، بتحط هنا بالمدونات او بالمواقع التعليميه، بالمنتديات، بالفيس، بالتويتر، باي مكان. بصيروا الناس يتوافدوا بيشوفوا الشرح، بيعجبهم الموقع، بيسجلوا عن طريقه، بصير انت تكسب من الناس 50% من نسبه الضغطات اللي بيضغطوا عليها لمشاهدة الإعلانات. بتكسب نص القيمة وهم بيكسبوا القيمة كاملة يعني بدون أي نقصان. بخلال أسبوع على الأقل تكون جمعت الخمسة سنت، تستبدل الخمسة سنت والألفين وخمسمائة نقطة بحساب البروميان. طبعا كيف تستبدل المصاري؟ بتضغط على الخيار اللي هو موجود هان، تختار نوع الدفع اللي هو من الموقع مباشرة. طبعا لازم يكون معك 5 سنت، بعدين بتضغط عليه بلاي، بعدين بيتم تحويل حسابك من عادي لبروميان او الليميتد يعني غير محدود. وبتصير بالنسبه ضغطاتك ونسبه مشاهداتك للاعلانات
اكثر، بصير اعلاناتك بدل باليوم 12 اعلان بصير عندك 200 اعلان باليوم. طبعا هذا بكون كسب كثير، ربح كثير من الموقع بشكل وفير. الحين بالنسبة كيف تقدر تحول مصاريك من الموقع على البنوك المعتمدة، تروح على الكاش تلاقي هنا البنوك المعتمدة للموقع، تضغط الحين على البنك المعتمد بالنسبة لك. انا طبعا البنك المعتمد لي باي بال، طبعا انا ضفته من قبل ما راح اقدر اضيفه مرة ثانية. بدي اعطيكم مثال، مثلا على فيزا تضغط عليها اضافة، تكتب الايميل اول مرة، تكتب الايميل ثاني مرة، بتضغط سيف، بتلاقي اعطاك سكسسفولي تم بنجاح. ترجع على الكاش بتلاقي البنك تم اضافته على مجموعة البنوك اللي معك. طبعا اللي بده اي بنك من البنوك المعتمدة للموقع بيقدر يضيفها. الحين بالنسبة لرابط الدعوة تبع الريفليل، حتى تقدر تدعو ناس، تدخل على ريفليل فريندز بتلاقي رابط الدعوة، بتنسخه وبتعطيه للناس، بصير يسجلوا عن طريقه، بصير يتم احتساب التسجيلات إلك، وبصير يعطوك 50% من نسبة أرباح الموجودين عندك بالفريندز. بالنسبة للسيستم عندك، كان بالسيستم اللي هي قديش عدد ضغطاتك، قديش انت عملت باليوم، شو نوع حسابك، وقديش انت معاك من النقاط والربح، واحصائيات الموقع، عندك اخر اخبار الموقع، ليست اللي هي نيوز اخبار الموقع، شو بيقدمه من عروض جديدة. وهذا مجمل الموقع. بالنسبة للألعاب يعني كده أشرح بس، يعني لكن أنا ما راح أستعملها. الألعاب عبارة عن ألعاب، كلها ألعاب إقمار، ليست حلال يعني نهائي. الألعاب كلها بتدخل عليها عبارة عن إقمار، راح تلعب فيها بالنسبة بعدد النقاط وبالنسبة من الفلوس اللي أنت بتملكها جوا الموقع، يعني ربحك كله ربح، راح يصير حرام بحرام. أنا ما بنصحك تدخل بهاي الألعاب، وإذا كسبت منها أنا بالنسبة إلي أنا شرحت، وأنا يعني بقول ذمتي لله، هذه الألعاب كلها حرام، ما إلي علاقة فيك، ما بتحمل أي مسؤولية عليك إذا أنت خسرت أو ربحت من هذه الألعاب. وهذا هيك مجمل شرح الموقع، كيفية استعماله وكيفية استعمال الإعلانات. إن شاء الله يكون الشرح عجبكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح، تكونوا فهمتوا الموقع 100%، لأن الموقع أنا شرحته متعمد، لأنه ما ولا واحد موقع بقسم الربح من الإنترنت ديف بوينت شرحه بشكل بالفيديو، وشرح كل قسم من قسم وكيفية تفعيل الأدوات بالموقع وكيفية إضافة الإعلانات من استبدال النقاط. فأنا يعني إذا كان الدرس ما كرر فأنا شرحته بس للفائدة عشان تستفيدوا منكم كلكم، وتستفيدوا كيف تستعملوا الموقع بشكل مفيد، وكيف تستعملوا الأدوات اللي فيه بشكل متقن، وتقدر تكسبوا أكثر ربح ممكن من المال من الموقع. إن شاء الله نلقاكم بدرس لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.